أسعد الله أوقاتكم كل خير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج خدمات. هناك دائما شعور داخلي يلح علينا بأن الوطن هو بيتنا ودارنا اللي نسعى إلى سلامته وأمنه، وحتى نحقق الوضع المثالي في تحقيق هذا الفهم لابد أن نتحمل العبء لتحقيق الأمان. وانطلاقا من هذه الرؤية تولد القيادة العامة لشرطة الشارقة أهمية لدور أفراد المجتمع، كونهم شريك بالمسؤولية المجتمعية وتطوير منظومتها الشرطية والارتقاء بخدماتها نحو التحول الرقمي لتقديم الإجراءات بدقة وسلاسة وتنفيذا لتوجيهات حكومة إمارة الشارقة بتسخير التكنولوجيا لتعزيز الأمن والأمان ولدعم السياسات الوقائية في مواجهة الجريمة ودرء المخاطر على مستوى الإمارة والمنطقة الشرقية. تقدم شرطة الشارقة خدماتها للمتعاملين بكفاءة عالية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي على مدار الساعة، وعند التقديم لخدمة حارس وهي خدمة تهدف إلى تعاون أفراد المجتمع مع الشرطة للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في الإمارة، فإن كل المطلوب منك خطوات بسيطة لإكمال إجراءاتها تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني للشرطة، ثم الضغط على الخدمات، ثم اختيار الخدمات الشرطية، ثم الضغط على خدمة حارس، يتبعها تعبئة كافة البيانات المطلوبة بتحديد موقع الظاهرة السلبية أو السلوك الخاطئ، تليها خطوة اختيار نوع الجريمة أو الظاهرة السلبية واحفظها. وتوجد بالخدمة ميزة اختيارية تسمح بإرفاق أو التقاط الصور الخاصة بالموضوع المراد الإبلاغ عنه، ليصل بعدها البلاغ إلى الجهة المختصة بعد التأكد من صحته واتخاذ الإجراء اللازم بكل سرية لضمان حماية الشخص المبلغ. لمعرفة المزيد من الإجراءات نتابع معاكم الفقرة القادمة. انطلاقا من التوجهات الحكومية في التحول الرقمي، اعتمدت القيادة العامة لشرطة الشارقة خطة للتحول الرقمي بالقيادة لكافة خدماتها المقدمة للجمهور. هذه الخدمات تم تطويرها بناء على الموجهات الحكومية لدولة الإمارات في جودة الخدمات الحكومية المقدمة من خلال التطبيقات الذكية. الحمد لله اليوم نحن في شرطة الشارقة لدينا أكثر من 45 خدمة ذكية موجودة على التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة. هذه الخدمات تم تصنيفها بناء على باقات، جزء منها موجه للمروري وجزء للعملات الخدمات الشرطية وجزء للخدمات العامة وجزء لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية. الخدمات كذلك تسعى في المقام الأول إلى تبسيط الإجراءات وإلى تحقيق سعادة المتعاملين، ولله الحمد اليوم نحن خلال السنوات السابقة تم تحقيق نسبة 100% من استخدام المتعاملين للخدمات الرقمية. كذلك تم تحقيق ولله الحمد نسبة تصل إلى 98% إلى 100% من رضا المتعاملين عن الخدمات هذه. نحن نعمل دائما على تحليل الاستخدام وتحليل سعادة المتعاملين وملاحظاتهم حتى نصل لجودة الحياة الرقمية لكل من يتعامل مع شرطة الشارقة في جانب الخدمات، ونسأل الله التوفيق. من ضمن باقة الخدمات الشرطية التي تم تطويرها في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة الشارقة خدمة حارس. هذه الخدمة تم تصميمها تماشيا مع تحقيق الدور المجتمعي لكل أفراد المجتمع لتحقيق الأمن والأمان. نحن نعتقد في شرطة الشارقة أن كل فرد من المجتمع هو جزء في تحقيق هذا الهدف، لذلك خدمة حارس تعتبر قناة لإيصال أي معلومة من أي فرد من المجتمع أو ظاهرة شافها حاجة أرقى
ما بشرط تكون لها طابع جنائي، ممكن تكون معلومة مرورية، ممكن تكون معلومة مركبة واقفة لفترة طويلة، باعة متجولين، أي شيء ممكن يشاهده في المجتمع ممكن يوصله شرطة الشارجة بكل خصوصية وبكل أمان. بناء عليه شرطة الشارجة تقوم بتحليل المعلومة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها مع المعنيين في شرطة الشارجة أو في شركائها من مؤسسات حكومة الشارقة. يمكن للمتعامل الدخول على تطبيق شرطة الشارقة الذكي واختيار باقة الخدمات الشرطية، ومن ثم الضغط على خدمة حارس وتقديم المعلومة من خلال هذه القناة للقيادة العامة لشرطة الشارقة. بيلاحظ المتعامل أن سلاسة وسهولة في استخدام الخدمة، حيث حرصنا أن تكون الخدمة سهلة في الاستخدام وقريبة من المتعامل، ما فيها معلومات كثيرة تطلب من المتعامل، فقط اختيار نوع الظاهرة اللي حاب يتكلم عنها أو من قائمة، كذلك إذا حاب يعلق يحط تعليق أو شكوى أو ملاحظته، ومن ثم اختيار الموقع الجغرافي وإرسال المعلومة لشرطة الشارقة. إذا حب يرفق فيديو أو يرفق صورة بإمكانه، لكن هي ما بإجباري، بناء على يعني حاجة أو رغبة المتعامل. بمجرد ما يضغط إرسال توصل المعلومة مباشرة لغرفة العمليات، وبالإمكان إذا حب أن حد يتواصل معه بإمكانه هو حسب اختياره يحط رقمه أو رقم الاتصال ويتم الاتصال معه وأخذ أكثر معلومات إذا كانت المعلومة اللي أرسلها تحتاج أكثر من ذلك. وفي كل الحالات نشكره على تفاعله وعلى مساعدة القيمة في إرسال مثل هالمعلومات عن هذه الظواهر السلبية اللي تقرب كل من يعيش على مجتمع الشارجة. حرصنا كذلك في وإحنا في رحلتنا في التطوير الرقمي على الحفاظ على خصوصية المتعاملين وحفاظ على سرية بياناتهم، لذلك نحن نطبق المعايير المعتمدة في هذا المجال. وإذا بنتكلم عن خدمة حارس تحديدا، هذه الخدمة اللي بيلاحظ في استخدامها، نحن لا نطلب أي بيان من المتعامل حتى تسجيل الدخول ما نطلبه، ولا نطلب أي بيانات شخصية، فقط نطلب منه بناء على رغبته. إذا حب حد يتصل فيه نستأذنه بوضع رقم الاتصال على أساس الاتصال فيه، غير ذلك احنا ما نطلب منه أي خدمة، لأن تصميم الخدمة يقوم على مثل ما وضحت مسبقا على تعزيز دور المجتمعي لفئات المجتمع. حبينا في شرطة الشارجة وتحديدا في هذه الخدمة أن نقول لك نحن قناة آمنة وتحافظ على خصوصيتك اللي في تقديم معلومات لشرطة الشارقة دون تحمل مسؤوليات أو تبعات على هذا السلوك، كونك أنت مساهم أو تساعد شرطة الشارقة في بعض المعلومات الهامة اللي تساعدنا في تحقيق أهدافنا في هذا المجال. أخيراً أدعو كافة الأفراد المجتمع للدخول على خدمة حارس من خلال التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، وتقديم أي ملاحظة أو معلومة متعلقة بأي ظاهرة سلبية يلاحظونها في المجتمع، وأن يكونوا على ثقة بأن كافة البيانات اللي أرسلوها يتم التعامل معها بكل حرص وبكل أمان، و سوف يتم التعامل معها كذلك ومعالجة الظاهرة من خلال العاملين بشرطة الشارقة المعنيين أو شركاء الاستراتيجيين في
المجتمع. وبعد متابعتنا أعزائي المشاهدين للإجراءات السهلة والبسيطة لخدمة حارس المقدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة الشارقات اللي تعتمد خدمات ذكية متطورة بأسرع وأقل وقت وجهد لرفع مؤشر رضا المتعاملين. نكون بهذه الفقرة وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله في خدمة جديدة. مع السلامة.